السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة سويت لايف. أول شيء خلونا نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بألف خير يا رب، وجمعة مباركة عليكم جميعا. اليوم الجمعة، فحبيت هيك أطلع عليكم بروتين خفيف لطيف إن شاء الله إنه يعجبكم. أول شيء سمعين صوتي كيف؟ لأنه صراحة أنا صاحي من النوم، فأول شيء عملته إنه فتحت الكاميرا عشان أشارك معكم يومي من بدايته. فخليكم هيك معي لنهاية الفيديو، لأنه رح نعمل شغلات كثير مع بعض، وإن شاء الله رح نعمل غدا بشهي. بس خليكم معي وتابعوا الفيديو للآخر. أول شيء بدنا نروح نشرب هيك إشي سخن عشان نصحصح، وبعدين بنشوف شو رح نعمل. أول شيء رح أعمل معكم نسكافيه. أنا صراحة مش كل يوم بشرب نسكافيه، مرات قهوة مرات نسكافيه، أحيانا شاي حليب حسب يعني. بس اليوم حابة أشرب نسكافيه. هاي كمان جهزت المي. جد الواحد هيك حلو انه يشرب اشي سخن اول ما بصحى من النوم، يعني عشان يتعدل المود. وانا هون عندي كمان افرجيكم، بس هون عندي امبارح بالليل طلت دجاجة كاملة هيك، وحطيتها بجاط عشان يذوب الثلج من عليها. بعدين رح اتبلها معاكم ورح نعمل غدا بشهي، فخليها على جنب. هنا جبت الدجاجة عندي، نظفتها كثير كويس، وبعدين نقعتها بالملح والخل والليمون والبمصاص محمد والطحين، وحطيت عليهم هيك مي وخليتهم ينقعوا تقريبا ربع ساعة لثلث ساعة. وعلى جنب هنا أنا جهزت التتبيلة اللي بدي أحطها على الدجاج، زيت زيتون وشطة ومعجون البندورة أو الصلصة، بحط هيك يعني معلقة لمعلقتين، وكمان بحط لبن رايب عادي، وفي عندي الخردل، وكمان هدول البهارات، هدول بهارات تحمير دجاج كثير بيعطي لون بجن الدجاج. وكمان هون عندي بصلة، شايفين مصغرها هيك بصلة صغيرة، وعندي ثوم، وكمان حطيت برتقال وليمون. إذا عندكم كيوي كمان بيطلع بشهي، بس أنا ما عندي صراحة فاكتفيت بهدول. هاي المكونات كلها بتعطي نكهة خرافية للجبن. البهارات بدنا كزبرة، زنجبيل مطحون، وملح، وفلفل أسود، وهنا حطيت كمان بودرة الماجي بتعطي طعم كثير زاكي، وأهم شي الزعتر الأخضر، هذا أهم إشي. وبس هسه كل المكونات رح نخلطها مع بعض. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحول الوزر والوله؟ يا رب خذوا إلي الآن، إن به شوقا يرتل في حزن تبت له، فكل نبضة حب. بعدين بغطي الدجاج بالنايلون، بخليه بالثلاجة من 3 لـ4 ساعات. كل ما كثرته المدة كل ما كان نكهة الدجاج تطلع أسكى، وإذا بتقدروا من قبل بيوم كمان بيزبط. بس أنا هون حطيته بالثلاجة تقريبا أخذ معي 3 ساعات. بهذا الوقت حكيت بدي أعمل فنجان قهوة، لأنه كمان زوجي رجع من الصلاة، وإحنا أفطرنا بكير بتعرفوا عشان صلاة الجمعة وهيك، فإحنا بنفطر بكير. فمبارح بالليل كنت عاملة بيتزا، فزاد شوي اليوم سخنها على الفطور وصحتين وعافية. هون شايفين لازم هيك فنجان القهوة بعد صلاة الظهر. بعدين هيك شربنا قهوتنا وخلصنا، وكان ماضي على الدجاج تقريبا
3 ساعات ونص. بعدين جبت عندي هاي القزازة من الباربيكان على نكهة الفراولة، صراحة أنا كثير بحب شراب الشعير اللي بيجي بنكهات، في نكهة الأناناس، في التفاح، الفراولة، أنا كثير بحب الفراولة. المهم يعني مش هذا موضوعنا. المهم إنه شربنا هاي القزازة يعني، وخليناها فاضية وغسلتها كثير منيح، وشلت القصدير اللي بيكون من فوق على نفس الجنينة، وحطيت فيها تقريبا يعني أكثر من نصها مي، وحطيت فيها 3 حبات من الثوم وقشر البرتقال والليمون، وكمان هيك لبست فيها الجاجة تلبيس، شايفين هيك تلبيس لبستها فيها، وحطيت بس نص كاسة من المي الساخنة، يعني لا تحطوا مي باردة لأنها بدها وقت حتى تغلي، حطوا مي سخنة. وبعدين حطوها بالفرن، لازم تكونوا محميينه من قبل تقريبا على درجة 200، يعني لازم تحطوا الدجاج ويكون الفرن حامي، بتحطوها على درجة 200 وبتسكروا الفرن وخلوها مع حالها. أنا هون عندي كمان كنت ناقعة رز بسمتي الحبة الطويلة، تقريبا ناقعته نص ساعة، يعني غسليته وناقعته نص ساعة، وبعدين على الغاز حطيت طنجرة فيها 3 مكعبات من الزبدة، صراحة ما استخدمت الزيت بس الزبدة لأنه بيعطي طعم كثير زاكي، وحطيت بهارات خشنة، بهارات ناعمة يعني كمون، كاري، بهارات مشكلة، كزبرة، كركم، يعني أي إشي موجود عندكم، كمان ينسون وكمون حب بيعطي طعم كثير زاكي، أنا بحب هذا النوع من الرز كثير، بسميه رز تركي، كثير طعمه زاكي، وبحط فلفل أسود وملح، يعني اي بهارات انتو بتحبوها استخدموها، حمصوها هيك بالزبدة بس تطلع ريحتها وتعبي البيت، نزلوا عليها الرز المغسول والمنقوع طبعا زي ما حكينا، بتنزلوا عليها الرز كامل وبتحمصوا الرز مع هاي البهارات ومع الزبدة، لما يتحمص شوي عن جد ريحة المطبخ بتصير كلها معطرات. وبتقلبوها هيك وعلى جنب، بتكونوا بتغلوا مي على مقدار المي اللي بدكم اياها، انا هذا الرز الطويل على كل كاسة رز بحط كاسة وربع من المي المغلية، اذا كان ما فيها خضار، اذا كان فيها خضار لا بحط معاها كاستين، شايفين هيك لون الرز كثير بجنن. وبعدين بنحط غطاها بنخليها تقريبا لما تغلي، بعدين بنوطي الغاز عليها، كان بدها شوية ملح زدت لها هيك شوية ملح، وهيك سكرناها ووطينا الغاز اول ما غلت، شايفين هيك طبعا جهزت. قبل ما اطفي الغاز عليها بنزل عليها مية الورد، يعني تقريبا بحط يعني فنجان. هسه الدجاج الحلو اللي انتو شايفينها هاي قعدت بالفرن تقريبا ساعتين، كل ربع ساعة نص ساعة بحط من التتبيل اللي حطيتها انا بالصينية برجع بحطها على الدجاجة، شايفين طبعا كل نص ساعة زيدوا من المي، زيدوا مي مغلية. وهاي الدجاجة الشهيرة اللي عنا هون، حبيت افرجيكم البقدونس اللي عملته معكم قبل كم فيديو، شايفين لونه اخضر بجنن، زينت فيه صحن الاكل، وهيك صار غدانا جاهز، شايفين اشي عن جد بجنن والطعم خرافي. طبعا ذايب ذوب الدجاج، اخذ معي تقريبا ساعتين ساعة ونص هيك شي، طبعا كله بوعود على فرنكم، شايفين الرز مفلفل. وهيك وصلت معاكم لنهاية الفيديو، ان شاء الله تكونوا حبيتوا طريقة الغدا اليوم والوصفة عجبتكم، ان شاء الله هيك يا رب ايامكم كلها تكون حلوة وخير وبركة. طبعا الحمد لله تغدينا، الله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، وجليت الجلي وكنست الارض ورتبت كل اشي، فتقريبا هون احنا وصلنا للمساء، فهسه رح اعمل معاكم المتة لانه صراحة اجت عبالنا، احنا بالشتا كثير بنحب نشرب المتة، وتحية لأهل سوريا لكل السوريين، عن جد المتة غير شكل، بنحط في هذول الكاسات شايفين هيك، طبعا فوائدها كثيرة.
شايفين؟ وهيك خلصنا، هاي احلى متة. تفضلوا اشربوا معنا. هيك وصلت معاكم لنهاية الفيديو، وان شاء الله انه تكونوا حبيتوا الفيديو واستمتعتوا فيه. لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة اذا ما كنتم مشتركين، وبشوفكم بالفيديوهات الجاية ان شاء الله. تصبحوا على الف خير. سلام.